حكيت هو انه ترى ما بين بمفكر مراكز اكثر من لاعب، هي يعني اكثر حتى من من لاعب برا اكيد من اي الداخل، يعني اكيد خارج الداخل. ما ننسى انه خاصه يعني نقول من الداخل يعني قليل صراحه حاليا، اي لان هو مغتربين كان من الممكن ان يستدعيهم اي اكيد توقف الدوري وكذا، لكن المحترفين بالخارج اي كثير، اكيد طبعا يعني فالسبع لاعبين ثمانيه مع هذه المجموعه. منتخب الخير نقول عليه ان شاء الله نقول منتخب ان شاء الله خير. منتخب خير نعم بالطريقه. احنا هسه الحمد لله خطواتنا بنينا حجر اساس من جديد للكره العراقيه من خلال التعاقد مع الكادر الاسباني، من خلال هذه البطوله، من خلال هذا الحضور، ورجوع الثقه ما بين جماهير الكره العراقيه وما بين اللاعبين ما بين مدربي هذا المنتخب شيء ما بين مهم جدا. طبعا، لان احنا كل المشاكل كانت تصير ضغوطات الاعلام، التسقيط تعرف كل زين انت هذا موضوع التسقيط اللي يصير على حتى الاتحاد مواقع، حتى وعلى مواقع التواصل شخوص الاجتماعي. الاتحاد وعلى شخوص المدربين وعلى شخوص اللاعبين. هاي هسه حاليا احنا تقريبا مو نقول 100% انتهت، لا 90%، وان شاء الله الاصوات اللي بيها نقول احنا اذا انت عندك نقد بناء ما عندنا مشكله بالموضوع، نعم لكن اذا اكو اصواتنا شاذه تحاول احنا تسقط بلاعب او مدرب او احسنت، احنا احنا ما نتمنى نقبل عليها. نحدد، لا نقول الاعلام احسنت، بشكل عام لا لا ما احنا نحدد يعني ما دا اقول لك لا كابتن انا مهند، على يعني هي الشخوص يعني مو كل الاعلام، يعني يعني البعض من الاعلام، اكيد لكن مع هذا ما بعض مواقع التواصل الاجتماعي داعمين للمنتخب، لكن البعض الاخر يعني تعرف هذه الامور السلبيه اللي يطرحوها ويثيروها بالاعلام، لكن مع هذا يعني اعتقد الكادر التدريبي بنى منتخب على مستوى عالي من الانضباط التكتيكي خارج والفني خارج الملعب، يعني مو داخل الملعب. اولا من ناحيه التصريحات الاعلاميه الا بمؤتمر صحفي رسمي مع مدرب الفريق، هذا كله في مصلحه المنتخب. تصوير سيلفيات سيلفيات كل هذه الامور. هسه الان غيرها كل شيء. المنتخب الان المنتخب عباره عن وجود نقطة مركزيه، مهمة وجود يعني مركزيه بالمنتخب، ايه شخصيه المنتخب واضحه. احسنت، يعني كثير من عادة الامور الهويه هاي اعاده الهويه نقطه رئيسيه، عاده هويه المنتخب العراقي ونقطه اللي خلتنا نوصل هالمرحله. التآلف اللي صار بين اللاعبين المغتربين واللاعبين اكيد المحليين، طبعا لكن احنا نفتقدها قبل صراحه اقول لك، يعني قريب عن اللاعبين صراحه المنتخب، وكنت احس بان اكو تكتل بين اللاعبين المحليين المدرب وتكتل بين اللاعبين تعرف يعني المغتربين. حاليا رجل محترف. احنا ذوبنا هذا الشيء بفضل الكادر التدريبي تواجد بفضل الكابتن عدنان درجال ويونس محمود اكيد دائما وتحفيز اللاعبين صح ويدخلوا لهم ويشجعوهم، أكيد. هذا شيء يعني جيد. ايضا شيء انضباطي انه وحدات المنتخب الوطني مغلقه، الوحدات التدريبيه مغلقه مغلقه تماما ومنع دخول حتى مسؤولين يمكن من اتحاد الكره أحسن. العراقي. استاذ مناضل هذا شيء مهم جدا، لا ننسى دور الحكومه، يعني بصراحه رئيس الجمهوريه، رئيس البرلمان، رئيس الوزراء، الوزراء المسؤولين قربهم من المنتخب فعلا ماكو دعم تاريخ بشكل كبير صراحه، يعني منتخب مثل يعني هاي البطوله اول شيء وحدت يعني الجميع يعني لهدف واحد، والثانيه المنتخب اصبح عباره عن لحمه واحده، يعني المنتخب ما متفرق بين مغتربين ومحليين ولا بين لاعبين شباب ومغتربين ولا بين لاعبين عفوا شباب وخبره، صار منتخب واحد الجميع يعمل من اجل هدف واحد وهو هدف التتويج باللقب ان شاء الله. توقعاتكم لمباراه عمان والبحرين؟ طبعا المنتخب البحريني هو حامل لقب البطوله السابقه والكل مرشح المرشح الاول، منتخب عمان يعني يصير خطه ثابته يعني بعد مباراه منتخبنا الافتتاحيه وانتهى بالتعادل. الرتم والتصاعد بين المنتخب العماني يعني بصراحه وصل لمستوى جيد، اعتقد المباراه صعب التوقع بها، لكن انا اتوقع المباراه راح تصل لضربات الجزاء. شو تقول كابتن؟ يعني المباراه الاخيره اللي شفتها مع المنتخب العماني مع السعوديه كانت مفاجاه، يعني هو هذا المنتخب العماني، حكينا بالموضوع هذا المنتخب العماني. شنو قلنا بدايه البطوله اذا تتذكر؟ قلنا انه العراق وعمان من المحتمل ان يلعبون المباراه النهائيه.